شكل من أشكال التصور الإيجابي، ولكن المتقاطع من الداخل، إلى أي مدى أسهمتم بتخفيض سقف الحاصلين على ثقة الموازنة؟ وهل كان هناك صفقة لغياب كتلة الإصلاح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. البداية أنا أشكر أخي الأخ عمر والإخوة القائمين على القناة على يعني اختيار الموضوع اللي هو موضوع الساعة. هو موضوع هام، موضوع يتعلق بموازنة الدولة. نعم. والتساؤل مشروع. أولا هو نعم المقاطعة هي فعل سياسي، لكن أود أن أوضح تحديدا هذا الموقف بالذات. نعم. هذا الموقف الذي يتعلق بقوة المواطن، والذي لم نجد أحدا من النواب إلا ويقول أنا مع قوة المواطن. لم نجد أحدا من النواب يستطيع أن يجاهر ويعلن أنني مع رفع الدعم. ولذلك عندما يعني وضعت المذكرة، وكانت من أحد الإخوة، يمكن سعادة النائب خالد الفرنسي، الأخ خالد، نعم نعم الأخ خالد، وعرض المذكرة علينا، فقلنا نحن وإياكم نتفق في هذا هم مشترك. نعم. ونتفق عليه جميعا، وبادرت الكتلة بالتوقيع بالكامل، يعني لم يتخلف أحد من الكتلة، لأن نحن يعني قلنا في مثل هذا الأمر اتفقنا، فنحن نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما نختلف فيه. فيما نختلف عليه. يعني ما في مشكلة، كل واحد له رأيه يعني. ووقعنا 105. وكان ما كان. 105 يعني الموازنة مش بس مروحة. وهذا العدد كان بالإجماع إنه لن ندخل، يعني سوف نقاطع أو سوف لا نشارك في مناقشات الموازنة، يعني بصيرش في نصاب إلا إذا تراجعت الحكومة. نعم. عن موضوع رفع الدعم، وبقينا على هذا الحال إلى أن جاء موضوع المنسف، منسف الدكتور ممدوح العباس، منسف الدكتور ممدوح اللي كان منسف يبدو إنه مجري عليه مليح، إله مذاق خاص يعني في ذلك اليوم. وبعد هذا المنسف بدأت الحلحلة، صار نعم. في حلحلة. طبعا احنا في اللجنة المالية اجتمعنا قبل ان نجتمع، تداعينا بالمساء انه يعني اعلن 105 من النواب عن وقف الدخول في مناقشات الموازنة.